التالف الثاني أو الكذاب الثاني إخوان الكرام رجل اسمه أبو جناب الكلبي، أيضا نفس الأمر، الرواية التي في كتب أهل السنة والجماعة وتجد في سند هذا الرجل لا تلتفت إليها، أبو جناب الكلبي، دونوا اسمه بعد أبو مخنف. طيب أبو جناب الكلبي، هذا الوضاع أخوان الكرام المدلس هو الذي روى، أنا أعطيكم نماذج الآن. طيب عمر، إخوان الكرام، هو الذي روى أن أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه قال لعمر ابن العاص بعد قضية التحكيم: لا وفقك الله، غدرت وفجرت. شوف كيف يصور يعني أو يشوه صورة هؤلاء التلاميذ الذين تخرجوا من مدرسة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أجل وين راح جهد النبي 23 عام إذا كانت هذه المطاعن صحيحة، أو كما يقول صاحب الكافي ارتد الناس بعد وفاة الرسول إلا ثلاثة. فشوف هذه الرواية الخبيثة، يقول أن أبو موسى الأشعري يقول لعمر بن العاص: لا وفقك الله، غدرت وفجرت، إنما مثلك كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث. فيقول رد عليه عمرو بن العاص والعياذ بالله في هذه الرواية الخبيثة، يقول: إنما مثلك كمثل الحمار يحمل أسفارا. سبحان الله، يعني هكذا كان خلق صحابة سيد الأنبياء وخاتمهم؟ هكذا رباهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ يعني المهم، هذا نموذج إخوان الكرام من هذه الروايات لهذا الوضاع المدلس اللي اسمه أبو جناب الكلبي. ف يعني متى ما وجدت في سند الرواية هذا الرجل فلا تلتفت إليها واضرب بها عرض الحائط. ابن حبان قال عنه في كتاب المجروحين: كان ممن يدلس على الثقات. ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال يقول: من متشيع الكوفة ومترك الحديث. وقال: وهاه يحيى بن سعيد القطان، وحمل عليه أحمد بن حنبل حملا شديدا، وسئل عنه يحيى بن معين فقال: ليس بشيء. هذا دين، يعني لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، كما قال ابن المبارك رحمه الله تعالى. حتى الإمام النسائي في كتابه الضعفاء والمتروكين قال عنه أنه ضعيف الحديث. إذن إذا قرأت في كتب التاريخ روايات وجدت في سند هذه الروايات هذا المدلس اللي هو أبو جناب الكلبي، لا تلتفت إلى هذه الرواية. شوف أنا قاعد أختصر عليك، يمكن يعني يمكن حوار مع رافضي يمتد إلى 3 ساعات، طيب 4 ساعات، نصف يوم. أختصر عليك في هذا الكلام. المدلس الثالث إخوان الكرام من الذين شوهوا التاريخ وأصحاب الرسول وافتروا عليهم ودسوا عليهم مفتريات اسمه سيف بن عمر الضبي. هذا المدلس قال عنه الذهبي: كذاب. وابن حبان اتهمه بالزندقة، سيف بن عمر الضبي. وكان هذا الرجل يعني يضع الحديث ومتهم في دينه. ومن امثال الروايات اللي موجودة في تاريخ الطبري عن هذا الرجل، طيب، ان عمار صاحب الرسول عمار بن ياسر رضي الله عنه وارضاه يقول اشترك بقتل عثمان والعياذ بالله. هذا التالف المدلس، وهو الذي روى أكذوبة أن أم المؤمنين تقول اقتلوا نعثلا فقد كفر. ما تسمعون الشيعة دائما يقولون هذه الرواية عن على لسان أم المؤمنين: اقتلوا نعثلا فقد كفر. هذه من روايات هذا الكذاب المدلس سيف بن عمر الضبي. سيف بن عمر الضبي هذا الراوي الثالث، طيب، الذي قلت لكم من الكذابين الذين تعهدوا أو أخذوا على عاتقهم تشويه صورة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بإضافة المكذوبات والمفتريات عليهم. هذا الرجل يعني اتهمه العلماء كما قلت لكم بالزندقة وأنه كذاب ومتهم في دينه. وأعطيناكم نماذج لروايات هذا الرجل، مثل يعني أنه قال أن عمار اشترك بقتل عثمان والعياذ بالله، وأن أم المؤمنين عائشة تقول اقتلوا نعثلا فقد كفر، طيب، ويقصد بنعثلا يعني عثمان بن عفان ذو النورين رضي الله عنه وأرضاه. جانا السيد قصورة، يا مرحبا، حيا الله سيدنا.
طيب سيد على الأقل أنت أصلي يعني، على الأقل جدي قصورة أصلي، سيد أصلي، مو مثل الخميني جاي من الهند مدري من وين يقول أنا من نسل الحسين ولا السستاني. يا عم يروقني يا حسين. طيب أخوة الكرام، دائما تسمعون الشيعة يحتجون بمثل هذه الرواية، اقتلوا نعتلا فقد كفر، يقولون أمكم أمكم عائشة، صح ولا لا؟ يقولون تقول هذه الرواية، هذه من مرويات ومفتريات هذا الكذاب المدلس الوضاع المتهم في دينه سيف بن عمر الضبي، وهو الذي روى أيضا أن خالد بن الوليد قتل مالك بن نويرة طيب، ونزع على امرأته، فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه في رواية هذا الكذاب الزنديق، قال عمر عدا عدو الله على مسلم فقتله ونزع على امرأته، هذه من رواية هذا الزنديق الكذاب المحترق، ودائما يحتج بها الشيعة، صح ولا لا؟ تسمعون دائما يا إخوان الكرام هذه الروايات النماذج من الأمور التي يحتج بها الشيعة، انتبهوا لهؤلاء الرواة، لا تنسوا أسماءهم، دونوها، وخاصة الإخوان يعني اللي يحاورون الشيعة، لوط بن يحيى أبو مخنف هذا الرجل الأول، التالف الإخباري الزنديق، أبو جناب الكلبي هذا الرجل الثاني، وسيف بن عمرو الضبي هذا الرجل الثالث، حياك الله يا اسبر يا مرحبا. طيب والرابع من؟ الواقدي، محمد بن عمر الواقدي، هذا الرجل ايضا قال عنه الشافعي كتب الواقدي كلها كذب، ربما انفرد بعض اقول العلماء في توثيق هذا الرجل، لكن الاجماع انقله لكم الان، الشافعي يقول كتب هذا الرجل كلها كذب، المديني يقول كذاب عن الواقدي، ابن راهويه رحمه الله تعالى يقول هو عندي ممن يضع الحديث. طيب من ايضا؟ ابو داود السجستاني رحمه الله تعالى يقول اخبرني من سمع من علي بن المديني يقول روى الواقدي 30,000 حديث غريب، وقال عنه ابو داود لا اكتب حديثه. هذا الواقدي من الروايات والنماذج التي رواها هذا المدلس، طيب أنه هو الذي روى أن عمرو بن العاص كان يحرض على قتل عثمان والعياذ بالله، وأيضا هو الذي روى يعني أن أول من رفع على خشبة هو رأس الحسين، فهذا الرجل الرابع محمد بن عمر الواقدي. الخامس اسمه عوانة ابن الحكم، وقال عنه العلماء كابن حجر وغيره كان يضع الأخبار، هذا الرجل من النماذج التي رواها رواية استباحة المدينة، له زيادات كثيرة بها، أو رواية أن الحجاج أحرق الكعبة في تاريخ الطبري السني، انتبهوا، ولكن كما قلنا الطبري في مقدمة كتابه أحالنا إلى السند، من يأتي بهذه الشبهات لا ينظر إلى هذه المسألة، وهذا تدليس بل خيانة علمية، إذا كان صاحب هذا الكتاب قد دونها في مقدمة كتابه لماذا لا يلتفت إليها؟ المهم عوانة بن الحكم هذا أخوان الكرام هو الذي روى أيضا أو كذب على عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال للفرزدق لعنة الله على معاوية وعليك، يعني المسلمين الآن اللي ما يعرف أو مو مثقف ثقافة الشيعة وأساليب الشيعة بالطعن، لما يسمع مثل هذه الروايات ويقول للشيعي شوف يقنع، قاعد يقنع بالخاص هذا كتاب سني، شوف الرواية تقول كذا كذا، هذا صاحبكم فعل كذا وكذا، شوف عبد الله بن عمرو بن العاص شوف يقول للفرزدق لعنة الله عليك وعلى معاوية، ليش تنكر علي أنا لما ألعن معاوية؟ شوف الخبث. طيب فننتبه إلى هذه الأسماء أخوان الكرام، خامسها كما قلنا عوانة بن الحكم. السادس محمد بن سائب الكلبي، هذا الرجل الذي قال عنه يحيى بن معين في الكتاب الذي ألفه أو ألف تفسير قال عنه كتابه ينبغي أن يدفن، وأحمد بن حنبل قال عنه كذاب. اي نعم أخي الحبيب، هذه أساليبهم هنا في البالتوك، يعني دائما يدخل علينا أحد أهل السنة والجماعة يعني مشتبه، أتى رافضي بالخاص وأتى برواية له من كتب أهل السنة، وظاهر هذه الرواية أن هذا الصحابي يلعن صحابي مثلا أو يكذب على صحابي أو غيره، فهذا الرجل يحتار
فنقول احذروا من هذه الأساليب. أنا باختصار ليش قلت هذا الكلام مهم في البداية يا أخوان الكرام؟ لأن هذا الكلام فعلا حقيقة يعني يختصر عليك، يعني ممكن حوار نصف يوم مع رافضي حقيقة، لأن الرافضي بالنهاية عندما ينقل من كتب التاريخ لا يأتي لك بسند أبدا، عندما يحتج لا يأتي لك بسند، روى الطبري قال كذا وكذا وكذا، شغل اللحمية عطاك الرواية. فانتبهوا لهذه الأسماء، أكررها من جديد أخوان الكرام، احفظوها لا تنسوها.